اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني برضه يا استاذ عصام، يعني عايز اعرف راي حضرتك فيما يخص ما هو قادم. يعني خلاص النادي الاهلي اتخذ 8 قرارات النهارده في بعد اجتماع مجلس الاداره، هننتظر بقى ان شاء الله يوم السبت او بعد بكره ان شاء الله يكون هناك اجتماع للجنه اداره الازمه. معلش انا برضه هقول الاسم الاسماء مره اخرى، كابتن محمود الخطيب رئيس اللجنه، والاستاذ مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركه الاهلي لكره القدم، كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ثم الاستاذ عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، شو بقى مطبخ العمليات القانوني لشركه الاهلي لكره القدم. صحيح. يعني في ظل وجود هذه اللجنه واجتماعات هتبقى غالبا هتبقى متواجده خلال الفتره اللي جايه، ايه اللي ممكن يحصل؟ الاجتماعات دي لن يكون فيها لا مفاجات ولا جديد. مش مفيش جديد عشان مفيش انباء جديده، بالعكس. كل شويه هتكسب ارض. ليه؟ لانه وانت شغال يا كابتن شغال على بلان معمول، وبالتالي انت طول الوقت بتعمل ده. الحمد لله انا اول حد طلبت من كابتن خطيب والمجلس مؤتمر صحفي عالمي، لدرجه انه قلتها كده بخفه ظل يعني من اللي احنا شايفينه ده. انه يعني حتى لو لم ياتي الاعلام المصري نكتفي بمكاتب وكالات الانباء وهي متواجده على ارض المحروسه بقوه غير موجوده يمكن في اي مكان في العالم. تلفزيونات العالم كله تاتي للتغطيه، تسهيل مهمتها من المركز الاعلامي. ليه؟ علشان تقول لهم قضيتي كما نوهت عنها، وزي ما استضفت اثنين الحمد لله لهم بعض الخبره عشان يقولوا. فده لما يتقال كله هيطير. ده مظبوط. علشان يقول في افريقيا نادي يستحق الرقم 18 على العالم، ويستحق ان يكون نادي القرن، يستحق له قضيه عادله زي ما سمعنا كده الراجل بتاع الويفا وهو بيقول معقوله في اتحاد في 52 دوله يحصل فيه كده؟ وزي ما احنا شايفين الفيفا ضارب غطس لانه في حرج بالغ. كمان التركيز على كام لقطه كده، وانا بتمناها يعني حتى لو فيها شيء على المجلس انا مستعد نجيب زملاء حتى من الرابطه من الزملاء في الاقسام الرياضيه انا وجمال ونعرضها بره كده، نقول للناس تعالوا نفرجكم على حاجه على سور النادي. على هذا الوباء الذي اجتاح التحكيم الافريقي يا كابتن اسلام. العاب والله كوميديا سوداء. ويا للاسى ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي الناس دي تفضل على غيها لغايه الماتشات امبارح واول والنهارده، وانت جاي مرشح لي دول. نعم، لكن بطبيعه الحال لان الاهلي لا يمكن ان يقول لجماهيره الا ما مش ما يستطيع باعتبار ده يعني اللي يقدر عليه، لا الا ما خطط له. انا بقول لحضرتك ان هذا الذي يفعله الاهلي الان هي ضمانه ان التحكيم الذي سيذهب الى هذه المباراه هيحط قطره، واللي هيكلمه في التليفون هيقفل في وشه. لا، المساله بقت يا روحي ما بعدك روح. والاهم بعض الاجراءات تامين، وده على فكره بتحصل من بعض دول معانا دي، ما فيهاش اي حاجه تزعل ولا تقلل من البلد المضيف، اللي هي فكره عايزين خطاب امني لتامين ما سيصل من جمهور، عايزين اجراءات دبلوماسيه. وعندي تصور والحمد لله ومعلومات ان وزاره الخارجيه المصريه عبر الدكتور اشرف صبحي ومن فوق جاء الاشاره لمجلس الوزراء، شوفوا الاهلي بيعمل ايه علشان فكره فتح شبابيك القنصليات مش في مصر بس، في كل العالم حتى يتوافد جمهور، سيكون في حمايه النادي الاهلي. النادي الاهلي ايضا طلب، وهذه معلومه من المغرب من الكاف، أن يكون ليس الفريق وفقط هو المؤمن، المؤمن هي الجماهير وكامل البعثة طبعاً. بمعلومات وإجراءات يطلع عليها، وهذا حق أصيل زي الاجتماع الفني كده. أنا بقول للناس أبشروا، والبشرى الأهم أن فريق الكرة في جانب تاني خالص ده شايفينه الحقيقة من زاوية يعني المكان اللي بتتداول فيه القضية أو قاعة المحاكمة دي مش المحكمة. وبالتالي ليس هناك جديد، لن تكون هناك مفاجآت، الأهلي يعمل بخطوة خطوة، وكل خطوة لها موعد إن شاء الله الناس هتشوفه، لكن مش من حسن الاحتراف إنك تطلع تقولها إلا يوم الإعلان. صح مظبوط. صح كده. صح. عندما يتراءى لمجلس إدارة النادي الأهلي متى يتم الإعلان، هو ده الوقت أو التوقيت اللي بيختاره اللي بيقولوا عليه إن تايم، ولا أنا ولا حضرتك ولا الجمهور. ده ولا تقدير موقف. بالظبط. تقدير الموقف ده لا يمكن يكون على الملأ.
ايوه هي اسمها كده هي تقدير موقف. تقدير موقف انا كمجلس اداره عارف كل تفاصيل وابعاد الموضوع. نعم. حاجات قد لا اعلمها يعني قد لا يعلمها الاعلام بالظبط كجمهور مش هقول لك الجمهور ولا قد لا يعلمها وانا ممكن اكتب النهارده طق حنك كده اعمله وكسره وبتاع ما ينفعش يعني لا يجب كمان ذوقيا يا كابتن اسلام يا استاذ اسلام ما ينفعش ان انا استبق الناس اللي هم اصحاب القرار اصلا لازم يكونوا لازم انت بتديهم حقهم في انهم ياخدوا القرار المناسب وفق اعتبارات ايوه وفق اعتبارات كتيره جدا لان معلش هو ايه مش فرح يعني مش جاي جامل وخلاص مش جاي جامل بطلقتين لا مش جاي ادي طلقتين وامشي